إعجاز وإنجاز نجحت فيه مصر في ربط البحرين الأبيض والأحمر منذ قرن ونصف من الزمان، وأصبحت مصر همزة الوصل بين الشرق والغرب. قناة السويس إحدى أهم الإنجازات التي غيرت وجه العالم، وإحدى الممرات المائية الأكثر استخداماً في العالم، تمثل 8% من حركة التجارة العالمية. تطلب إنشاؤها منذ القدم طموحات، واستلزم تنفيذها عزيمة وإصراراً وإرادة وطنية خالصة. وهذه هي قصة الإرادة المصرية. أعمال الحفر تمت بسواعد مليون مواطن مصري، استشهد من أجلها 120,000 مواطن. كان تعداد مصر لا يتجاوز 4 ملايين نسمة. شقت قناة السويس، وافتتاحها كان في حفل أسطوري حضره ملوك العالم، إبان حكم الخديوي إسماعيل في 7 نوفمبر عام 1869. تمضي في بحر الحياة المصرية أمواج متلاحقة، تندلع ثورة يوليو المجيدة، وتكتب مصر تاريخا جديدا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في 26 من يوليو عام 1956 لعودة ثروات مصر إلى أهلها. وأمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. يندلع العدوان الثلاثي، فتذود مصر عن شريانها النابض، وتخرج بأعظم انتصار سياسي في العصر الحديث بزوال هذا العدوان، ويعاد تشغيل القناة مرة أخرى بخبرات مصرية. ولكن تأبى قوى الطغيان إلا أن تعيد العدوان عام 67. تتوقف حركة الملاحة بالقناة، يشهد المجرى الملاحي لقناة السويس روائع حرب الاستنزاف، ويتحقق النصر المبين في أكتوبر عام 73. يتحرر التراب الوطني، يعاد تأهيل القناة وافتتاحها للملاحة العالمية في احتفالية تاريخية تقدمها الرئيس الراحل أنور السادات في 5 يونيو عام 1975. باسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شرياناً للرخاء، شرياناً للسلام، شرياناً للمحبة. تتوالى الأحداث والمتغيرات الداخلية، تكتب مصر لنفسها تاريخاً مجيداً عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 وإعلان بناء مصر الجديدة. يمضي المصريون قدماً نحو أفق تنموي جديد، وكانت البداية التي راهنت فيها القيادة السياسية على قوة وصلابة شعب مصر. حدد الخبراء 3 أعوام كأقل تقدير لحفر القناة. مدة زمنية متوقعة لتنفيذ المشروع 36 شهر 3 ساعات. لكن إرادة المصريين سابقت الزمن لتحقيقه خلال عام واحد. تحول تحقيق المستحيل إلى وعد. زي دلوقتي لو كان لي عمرنا، إن شاء الله المصريين لهم العمر، نيجي ونفتتح المرحلة ديت ونعبر في القناة الجديدة 35. كانوا ينظرون إلى ذلك الوعد كحلم يصعب تحقيقه. I'm Danish. I thought to complete the new canal in 1 year was a big ask. ضحكوا وقالوا مش هنقدر نخلص المشروع في خلال سنة. ضحكنا احنا كمان. وظهر البطل الحقيقي ليضرب المثل لكل الشعوب. اصطف الشعب عبر الاكتتاب من أجل تنفيذ أولى مشروعاته العملاقة بأموال مصرية خالصة، 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط. ساعد بلدي، أحط الفلوسات اللي معايا، وحتى لما أموت هسيبهم لبلدي. The financing for this project coming from the Egyptian people without any help from other state. But this is very good investment for my understanding for the future of Egypt. And having a good transiting between south or north going to Asia or Europe. هكذا بدأ إنشاء المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس الجديدة، حيث لا الرمال تمنعها ولا الصخور توقفها. وتمتد القناة الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 ترقيم قناة،
مع توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بإجمالي 37 كيلومتراً ليبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كيلومتراً. ملحمة مصرية شارك فيها 40,000 عامل من خلال 84 شركة مصرية مستخدمة 4500 معدة ساهمت في أعمال الحفر الجاف، ويشهد المشروع أكبر عملية تكريك في التاريخ عبر مشاركة 45 كراكة عملاقة تمثل 75% من حجم الأسطول العالمي للكراكات. تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس خططوا ونفذوا بإرادة وطنية خالصة. توالت أعمال الحفر ليل نهار، نجح الرجال حسب الجدول الزمني في رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال و242 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بما يوازي 100 هرم، عبر إنجاز غير مسبوق مكن مصر من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عملية تكريك في العالم كله. كان العمل يجري على قدم وساق ليتم الانتهاء من كافة أعمال تكسيات أجناب القناة بطول 100 كيلومتر وبمعدل متنامي وصل إلى 1000 متر طولي في اليوم الواحد، متخطياً بذلك كل الأرقام العالمية التي قدرها الخبراء حول العالم. جاءت اللحظة المرتقبة، تحول الحلم إلى واقع جديد يعيد رسم خارطة الأمل على أرض مصر لتصبح القناة هدية مصر للعالم أجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم. يتحقق الهدف الأسمى من مشروع الأجيال بتقليل زمن عبور السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى 4 ساعات فقط. Depth is very good. Up to 24-25 meters for new canal is unbelievable. The short time for this transit before was about 20 hours. Now with this new channel is about 10 hours, 11 hours is very good. So for the meantime I see the good changes, I mean the, for the safely passing. But today the Suez Canal meets all requirement standards. يسهم المشروع في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن بما يلبي متطلبات النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية. هكذا تهيأت القناة لاستيعاب 97 سفينة عام 2023 بدلاً من 49 سفينة عام 2014، مع تحقيق العبور المباشر دون توقف نحو 45 سفينة في الاتجاهين وتمكين كافة السفن من العبور في غاطس 96 قدماً في جميع أنحاء القناة. أمل جديد يعزز عائدات قناة السويس بنسبة 259% عام 2023، يصبح إيرادها السنوي 13 مليار و226 مليون دولار مقابل 5 مليارات و300 مليون دولار قبل افتتاح القناة. إنجاز مصري أعاد رسم الخريطة التنموية، عزز الجدول الاقتصادي للعديد من المشروعات القومية العملاقة لتتحول مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي. قدرنا في سنة واحدة. قدرنا في سنة واحدة. وتبقى قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم، هدية من أم الدنيا إلى كل الدنيا. ملحمة عصرية، إعجاز مصري بأيدٍ مصريّة.